بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من ربيع الإيمان. نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا وسهلا بكم فضيلة بارك الدكتور. بارك الله بكم ونفع بكم. جزاكم الله خيرا على هذه الأوقات التي يعني تعطيها لنا، جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين، سنتحدث في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى عن موضوع مهم جدا في ربيع الإيمان، حيث تبدو الألوان على حقيقتها. نتحدث اليوم إن شاء الله عن الإنصاف في حياة المسلم. حياكم الله دكتور. بارك دكتور الله. الإنصاف قيمة مهمة للغاية، لماذا هي مهمة؟ ما معناها ولماذا هي مهمة في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أستاذ طالب، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. بادئ ذي بدأ، الإنسان هو المخلوق الأول والمكرم والمكلف، لكن خلال علاقته بالآخرين قد يجد إيجابيات وسلبيات. نعم. وقد يتحدث عنهم خيرا أو شرا، وقد يمدحهم وقد يذمهم. البطولة في الحديث عن الناس أو عن الأشياء أو عن القضايا أو عن المواقف، يجب أن يكون الإنسان موضوعياً. نعم. يعني الحقيقة هذا حجمها، لا نكبرها ولا نصغرها. فألف الناس إذا أحبوا جهة تعاموا عن سلبياتها، سبحان الله، وإذا كرهوا جهة بالغوا في سلبياتها. نعم، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل نعم. عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. أن تقف موقفا موضوعيا، أن يكون الكلام موافقا للواقع دون زيادة أو نقصان. نعم. هذا خلق من أرقى أنواع الأخلاق. سبحان الله. لذلك اصطلح على تسمية هذا الخلق بالموضوعية. فالموضوعية قيمة، لكنني أراها قيمة علمية وقيمة أخلاقية معا. وإذا صح أن يلتقي العلم بالأخلاق يلتقيان بالموضوعية. فأنت حينما تعطي الشيء حجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان، وحينما تعطي المشكلة حجمها الحقيقي والقضية حجمها الحقيقي والآفة حجمها الحقيقي، فأنت منصف. لكن الإنسان حينما يتفاعل مع الآخرين ويرى إيجابياتهم وسلبياتهم، هذه الرؤية تجعله يبالغ في السلبيات أو في الإيجابيات، وهذه مشكلة كبيرة. صحيح. فلذلك الذي يعني يعاني منه الناس أنهم يبالغون في مديح من يحبون، ويبالغون في ذمة من يبغضون، من يكرهون يبغضون. لذلك أحبب حبيبك هونا ما، جميل، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، جميل، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، جميل. أنا أذكر أنه كنت أحضر مناقشة دكتوراه في جامعة لها قيمتها، فذكر الطالب الذي تناقش أطروحته عبارة فيها تعميم، فقال له الأستاذ المشرف، قال له: التعميم من العمى. من العمى؟ من العمى. عجيب. هذه الكلمة لا أنساها، التعميم من العمى. فلذلك قبل أن تطلق حكما عاما على أهل بلدة أو على مجتمع معين أو على أبناء حرفة معينة أو على فئة معينة أو على طبقة معينة، قبل أن تطلق حكما عاما
تذكر قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب من للتبعيض يعني بعضهم وليسوا جميعا سبحان الله. فأنت عود نفسك أن تكون موضوعيا. الموضوعية قيمة أخلاقية والموضوعية قيمة علمية. فأنت إذا كنت موضوعيا يعني منصفا جميل فأنت جمعت بين العلم والأخلاق معا جميل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. إنصاف جميل جدا وشيء مريح نعم. والإنصاف له آثار مذهلة في المجتمع. يعني الأيام زوج وزوجته تعمل ليلا نهارا تربي أولادها تخدم زوجها ولأتفه غلطة يقيم عليها الدنيا ولا يقعنها هذا غير إنصاف. ليس إنصافا. يتحدث عن أمها بسخرية ما بعدها سخرية. فإن تكلمت عن أمه كلمة واحدة أقام عليها الدنيا. سبحان الله. أنا لذلك أقول كأنه في بالحياة صفتان أساسيتان إنساني وعنصري. جميل. إنساني إما أن تكون إنسانيا أو أن تكون عنصريا. الإنساني يعطي الشيء حجمه الحقيقي أما العنصري بكبر إمكاناته بضخم ذاته شخصيته ويزدري شخصية الآخرين. سبحان عنصري الله. هذا ولذلك دكتور عدم الإنصاف يورث الكبر أو نعم سبحان الله. فأنا أقول العنصرية تبدأ بين الزوجين سبحان الله وتنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن. جميل حق جدا. حق الفيتو عنصري. صحيح طبعا. لماذا هذه الدول الخمسة إذا قالت لا يلغى القرار لماذا نعم. وقد يكون عادلا ومنصفا هذا عنصرية. عنصرية نعم. أنت حينما تأخذ لنفسك ما ليس لك فأنت عنصري. عنصري سبحان الله. حينما تعطي الآخر أقل من حقه فأنت عنصري سبحان أنا الله. أقول ما من سلبية في حياتنا مؤلمة تشتت جمعنا تفرقنا تضعف التفوق والتألق لذلك يعني الإنصاف من الصفات التي كمخالفة الإنصاف نعم. من الصفات الكبرى التي تجمع كثيرة من الصفات لذلك الصفة. يعني مرة ألف كتاب بلغني أنه طبع منه 5 ملايين نسخة نعم. كيف تؤثر في الناس نعم. كارنيجي نعم. ديل كارنيجي ديل كارنيجي فأحد علماء في مصر ألف كتابا على شاكلته لكن جاء بالقضايا بنصوص إسلامية نعم. فمثلا أنت مدير مؤسسة وعندك موظف يتأخر فجئت وعنفته تعنيفا غير معقول يقول لك هذا الكتاب ابدأ بالحديث عن إيجابياته نعم. ثم ذكره بأخطائه بأخطائه صافي توازن صافي إنصاف جميل. لذلك مرة دخل إلى المسجد النبوي صحابي جليل صلى الله عليه وسلم خاف أن تفوته الركعة الأولى فأسرع في مشيه نعم. وأحدث جلبة وضجيجا فلما انتهى النبي من الصلاة قال له كلمة رائعة قال له زادك الله حرصا قدم الإيجابيات ولا تعد ولا تعد جميل. زادك الله حرصا ولا تعد تربية نبوية الدرس لنا جميل. الزوج أيام يتألم من زوجته في موضوع إيه بس لا تنسى أنه هي إنسانة مخلصة لك وتتعب كثيرا وتربي وتعمل وتقدم فذكرها بفضلها ذكرها بإيجابياتها. والله دكتور هذا معنى مهم جدا في الحياة شيء مهم جدا صحيح. بيحتاجه الزوج بيحتاجه المعلم مع طلابه بيحتاجه رئيس الدائرة بيحتاجه أي إنسان بمنصب قيادي سبحان الله. فأنت حينما تعامل من حولك ومن دونك معاملة موضوعية تعرف إيجابياتهم وسلبياتهم سبحان الله. فأنت منصف لهم جميل. ولذلك في القرآن الكريم حتى في حق المولى جل وعلا سبحانه وتبارك وتعالى يأذن لمن أراد الاعتراض عليه يوم القيامة يسأله سبحانه نعم. وتعالى ويقرره نعم. وهو أعلم بحاله. لذلك قالوا ما لم تنصف نفسك لن تستطيع أن تنصف غيرك. جميل. ما لم تنصف نفسك أن تعرف حجمك الحقيقي. جميل. لا أن تبالغ وتبالغ وتبالغ وتقلل من شأن الآخرين سبحان الله. هذا مرض نفسي
سبحان الله. ببالغ بقدراته، بتعامى عن أخطائه، ببالغ بأخطاء الآخرين، بتعامى عن إيجابياته. سبحان الله. هذا موقف غير أخلاقي. وربما دكتور كذلك ينسى أنه ابن. نعم. والذي أمامه أب. نعم. وله حق الأبوة والطاعة والبر. نعم. أو ينسى أنه زوج والذي أمامه زوجته ويحتاج إلى مودة. نعم. ورحمة. لذلك ترك الإنصاف بفتت المجتمع. سبحان الله. ترك الإنصاف يجعل المجتمع مخترقا، هو المتضاربة. نعم. والإنصاف بين الزوجين، بين الأولاد، بين البنات، بين الأصهار، بين الموظفين، بين العمال. جميل. أي إنسان بمنصب قيادي بدءا من الأب وانتهاءا بملك الملوك يحتاج للإنصاف. نعم. في معاملة من حوله. سبحان الله. يعني أنا أقول دائما فبما رحمة من الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لنت لهم. يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. حولك ألف الله عز وجل بينهم حولك. إذن الرحمة التي في قلب القائد، مدير المجمع، مدير المعمل، مدير المؤسسة، مدير الثانوية، صاحب المحل التجاري، بيد الملك، هذه الرحمة تجعله لينا ومنصفا، لين ومنصف. فبما رحمة من الله لنت لهم فالتفوا حولك. سبحان الله. ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كنت سمي لو كنت منقطعا عنا يمتلئ القلب قسوة، ومع القسوة تحابي من يمدحك وتبعد من لا يمدحك. سبحان الله. دكتور كنت تسمي، أذكر في زمن مضى كنت تسمي هذا بقانون الجذب، الالتفاف والانفضاض. دكتور سنعود إلى هذا. نعم. القانون إن شاء الله. أستميحك عذرا بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، سنعود معكم بإذن الله تعالى إلى فضيلة الدكتور للحديث عن هذا القانون المهم في حياتنا بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود معكم إلى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. فضيلتك، وقفنا عند الحديث عن قانون الانجذاب وقانون الانفضاض. نعم، الالتفاف والانفضاض. نعم. هو الحقيقة النبي الكريم كما تعلمنا أن أقواله تشريع، وأن أفعاله تشريع، صلى الله عليه وسلم، وأن إقراره تشريع. نعم. فمرة عقب موقعة بدر استعرض الأسرى، فإذا في الأسرى أحد أصهاره صلى الله عليه وسلم، أبو الربيع. نعم. العاص بن أبي الربيع طبعا هو. نعم. مشرك. نعم. وجاء ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أسيرا. فالنبي الكريم ما نسي إيجابياته. نعم. قال والله ما ذممناه صهرا. يا سلام، كان صهر رائع. جميل. والله ما ذممناه. هذه الكلمة أنا فيما أتصور هي سبب إسلامه. سبحان الله. هلا أنت مدير دائرة، مدير مدرسة، مدير جامعة، مدير مؤسسة، لما العامل أو الموظف يشعر أنه إمكانياته وإيجابياته عندك معلومة ومقدرة، هذا شيء رائع جدا. صحيح. يعني الذي يجعل الإنسان ينتمي إليك ويلتف حولك إنصافك له. صحيح. فإذا ما في إنصاف، أنا ما أقول هالكلام من فراغ. نعم. أنا أشعر في أسر فيها جحود ببعض الأولاد، يعني بنت مثلاً ألا زوج غني، زوجها هو المحترم يدعى إلى الولائم، إذا كان أصابه شيء بسيط جداً كل الناس الكل بتزوره. صحيح. والزوج زوج البنت الثانية يعني فقير يكاد يموت ولا أحد يزوره. سبحان الله. هذا شيء يؤلم جداً. صحيح. فأنا أقول أنت حينما تنصف تؤكد إيمانك. سبحان الله. حينما تنصف تؤكد أنك عالم موضوعي. حينما تنصف تؤكد أنك أخلاقي. سبحان الله. أنت بالإنصاف أخلاقي. سبحان. وبالإنصاف مؤمن، وبالإنصاف عالم. جميل جميل جميل. ولذلك دكتور، يعني الذي لا ينصف الناس من نفسه يكون متكبرا. نعم. وكما قلت يعني قبل مدة، رقصت الفضيلة تاهت الفضيلة تيها. نعم. بفضلها. فانكشفت عورته.
جميلة بالله. مرة ثانية رقصت الفضيلة أو تاهت. تاهت الفضيلة. تيها. تيها بفضلها فانكشفت عورتها. جميل. الله مستر عوراتنا. نعم. الآن الإنصاف أنواع. نعم. أول أنواع الإنصاف أن تنصف ربك. جل وعلا سبحانه. أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة. أن تعرف ألوهيته ربوبيته. أن تعرف كماله. أن تعرف قيومته. هذا كله من إنصاف الله عز وجل. سبحانه وتعالى. فمعرفة الله إنصاف له. أن تعرف عبوديتك لله. نعم. وربوبيته لك. هلأ الآن أن تنصف الأنبياء والمرسلين، هؤلاء معصومون. نعم. لا تقبل قصة تقدح في كمالهم. جميل. لا تقبل رواية إسرائيلية. صحيح. تشدك إلى بعض الكذب عليهم. نعم. فينبغي أن تنصف ربك. نعم. بتوحيده وعبادته وبمعرفة كمالاته. سبحانه وتعالى. وأن تنصف أنبياءه بكمالاتهم، بل عباده مكرمون. سبحانه وتعالى. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأن تنصف من حولك. يعني أنا أقول لو وصلنا أو لو بدأنا بالأسرة، طيب هي الزوجة تحتاج إلى زوج ينصفها. وأيام هي متفرغة، بيتها جيد، طعامها جيد، والزوج يعمل ليلا نهارا. أيضا الزوج يحتاج إلى امرأة تنصفه، تعرف قدره، تعرف. نعم. جهده، تعرف حرصه، تعرف بعده عن أي طريق مغلوط. نعم. فنحن بحاجة للإنصاف في بكل مراحل حياتنا. يحتاجه الإنصاف الزوجان. نعم. وأي دائرة حكومية وأي مؤسسة وأي شركة، أنت حينما تعطي الإنسان حجمه الحقيقي، أرى أنه ينبغي ألا نعجب من قول بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة المنصفة على الأمة المؤمنة الظالمة. ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. لأن الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. يا لطيف. لذلك الإنسان لو شرب عن الله، إذا أنصف من حوله يكسب الدنيا. ودكتور، ربما هذا كذلك ينصرف حتى على الأسرة. نعم. الأسرة يعني ربما أن تنصلح بالعدل حتى. نعم. لو كان بعيد الإنسان. نعم. ونرى من بعض صور الظلم دكتور، أن بعض الآباء مثلا يعطي أبناءه ولا يعطي بناته. نعم. يعطي بعض الأبناء ويحرم الآخرين. والله يدمر أولاده بهذه الطريقة. سبحان الله. غير يدمرهم، يحملهم على العداوة والبغضاء. نعم سبحان الله. أنا أرى أن العدل فيه قوامة الحياة كلها. سبحان الله. فالعالم الغربي بذكائه وتجاربه المؤلمة المتراكمة ماذا إلى الإنصاف، فالإنسان يأخذ حقه. بهذه الطريقة كان قويا، وبهذه الطريقة امتلك العالم كله. نعم. وكأن هذه الدنيا هي لكل من أحسن إدارتها. سبحان الله. لكل من أحسن إدارتها مؤمنا كان أو كافرا. جميل. الآخرة موضوع آخر. أما جميل. إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. سبحان الله. وكانت أعظم سمات المجتمع المسلم يعني ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه مثلا، يعني على سبيل المثال، وهذا من أعظم الإنصاف، لما رأى رجلا من أهل الكتاب شيخا كبيرا ورأه يحتاج إلى مال يسأل الناس، فقال ما أنصفناك، أخذناها منك. نعم. عن الجزية. نعم. نعم. وأنت جذيع قوي. نعم. ونتركك ونضيعك وأنت يعني كبير شيخ يعني كبير، فأمر له بالنفقة. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يمشي في الطريق رأى رجل، قال له والله لا أحبك. سيدنا عمر. نعم. لا أحبك، يبدو كان منحرف. نعم. هم سأله سؤال، قال له وهل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. سبحان الله. ولا يجري. فكان غير مؤدب، قال له إذن إنما يأسف على الحب النساء. سبحان الله. المدام حقي أناله منك شتان عندي. سبحان الله. بين أن تحبني أو لا تحبني. هذا الإيمان. صدق الله عز وجل إذ يقول في هذا الموضوع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. نعم. وأقربوا للتقوى. يعني شنآن قوم، المؤمن من يشنى؟ الكافر. صحيح. الكافر ينبغي أن تكون عادلا معه. صحيح. أنا هذا الذي أراه.
العدل والإحسان ما له علاقة بهوية الإنسان. صحيح. ينبغي أن تكون منصفاً وعادلاً مع كل من حولك. مع كل أحد. نعم. ولذلك يعني كنت ذكرت لنا قصة هذا الشاب اللي يعني تدين من جديد، فبعد الصلاة قام أحد الإخوة الكبار يريد أن يصافحه، فقال له يعني هذه لم ترد من السنة ولم يقدم يده له. نعم. فقال هل هذا يعني قلة الحياء هذه من السنة؟ نعم. يعني أحيانا الإنسان، أنا أقول هذا اجتهاد شخصي، أنت إذا اتصلت بالله عز وجل لا بد من أن تشتق منه الكمال. يا سلام. فهذا الكمال الذي كان من الصلاة يجعلك في التعامل مع الآخرين كاملا. يا سلام. لأنه الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ذكر الله أكبر ما فيها. سبحان الله. لكن في معنى دقيق جدا قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال ذكر الله لك وأنت في الصلاة يا سلام أكبر من ذكرك له. الله. سبحان الله. لأنك إذا جميل. ذكرته أديت الله. واجب العبودية. يا سلام. أما إذا ذكرك منحك الكمال. سبحان الله. أريد أن أبين أن هناك علاقة وشيجة بين مكارم الأخلاق وبين الاتصال بالله عز وجل. سبحان الله. ورد في الأثر إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. جميل. فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، أي أن الإنسان من خلال اتصاله بالله يشتق منه الكمال. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تتصل بالرحيم ثم لا تكون رحيماً، أن تتصل بالعدل ثم لا تكون منصفاً، أن تتصل باللطيف ثم لا تكون لطيفاً. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. ولعل مناسبة الاتصال هي الصلاة، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل حينما قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ذكر الله أكبر ما فيها. جميل. لكن ابن عباس لفتنا إلى معنى آخر قال وأنت أيها المصلي تصلي، ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له. الله. الله. إنك إن ذكرته يا سلام أديت واجب العبودية. سبحانه وتعالى. سبحانه. لكنه إذا ذكرك قسم لك من كمالاته، جعلك منصفا. سبحان الله. جعلك حليماً. الله. الله. جعلك رحيماً. جميل. جعلك لطيفاً. جعلك وقافاً عند حدوده. سبحان. فهذا هذا الفضل الأخلاقي يشتق من الله عز جميل وجل. جميل. وحينما غفلنا عن عظمة الصلاة، لذلك ورد في بعض الآثار ليس كل مصلٍ يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. سبحان الله. ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس. يا سلام. على أن أجعل الجهالة له حلمة سبحان والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي، الله أستحفظه ملائكتي. ما شاء الله. مثله عندي كمثل الفردوس لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها. الله. يعني أنت حينما تتصل بالله عز الله وجل الله تشتق منه الإنصاف. الله. الله. والرحمة والأدب. الله. والحلم واللطف، هذه مكارم الأخلاق. الله. الله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين والسلام. أوتي الوحي، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي حدث ولا حرج، لكن الله حينما أراد أن يمدحه قال له إنك لعلى خلق عظيم. الله. سبحانه. فمعنى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الإيمان هو الخلق. يا الله، تعريف جميل. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. يا سلام.
إنما بعثت معلما. الآن نعم. النبي الكريم ضغط بعثته كلها بكلمات واحد. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله الله. أنا لا أتصور مؤمن غير أخلاقي. يا سلام. لا مؤمن لا يكذب، لا يحقد، لا يحتال، لا يستعلي، لا يتكبر. يعني أكاد أقول المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا عشقته من كماله، من تواضعه، من لطفه، من إنصافه، من محبته، من عدله. فهذا الدين حينما افتقد إلى هذه الأخلاق الناتجة عن اتصال محكم بالله، ما الذي يحصل؟ الإنسان إذا قصر في استقامته دون أن يشعر حجب عن ربه. يا الله. فإذا حجب عن ربه أصبحت صلاته شكلية، سبحان الله، وعباداته غير مجدية. لذلك مرة ثانية، ليس كل مصل يصلي، صلي. نسأل الله. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، سبحان يعني تفكر في خلق السماوات والأرض كما تحدثنا في لقاءات سابقة، سبحان الله، ولم يصر على معصيتي وكف شهواته عن محارم، استقام، ولم يصر على معصيتي، تاب من حين لآخر، الآن عمل صالح، أطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. وعزتي وجلالي إن نور وجهه لا أضوء عندي من نور الشمس. فالإنسان هذه المكارم الأخلاقية تشتق من الله عز وجل من خلال اتصال محكم بالله عز وجل، وقبل قبل الصلاة في استقامة. دكتور، ما أنصفناك إذ قاطعناك، وما أنصفنا أعزائنا المشاهدين بانقطاع أو بانتهاء وقت الحلقة، لكنه قدر الله تبارك وتعالى. أعزائي المشاهدين، ما أجمل أن نكون في ربيع الإيمان مع شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي الذي يجعل هذا الربيع ربيعا دافئا جميلا خلابا. جزاك الله عنا خير الجزاء. أشكرك عميق الشكر على هذه الحلقة المميزة، وأنتم أعزائي المشاهدين أشكركم كذلك على حسن متابعتنا، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.